يختار الله أقواما فيهديهم بهدايته وينور بصائرهم بنوره ويستعملهم في اتباع سنة رسوله واتباع المنهج الذي جاء به، فهم المهديون عند الله سبحانه وتعالى. يختارهم الله ليس على أساس نسب ولا حسب ولا جمال ولا مال ولا وظائف، وإنما هو اختيار قدسي رباني على ما علم الله في قلوبهم. فأولئك الذين علم الله في قلوبهم الخير هم الذين ينزل الله السكينة في قلوبهم، كما حصل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحديبية عندما بايعوه تحت الشجرة فأنزل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السكينة هي سكون القلب إلى الإيمان بحيث لا يعتريه شك ولا ريب ولا وهم، يسكن الإيمان في القلب فيكتب فيه، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كما تنقش الأسماء في الحجارة فلا تمحى، كذلك يكتب الإيمان في قلوب أهل الإيمان، فيثبت الله المؤمنين تثبيتا مستمرا في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة يوم تزل الأقدام عن الصراط. هذا هو التثبيت الذي وعد الله به بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.